الأوساط الأمريكية بدأت بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن باستفادة كاملة من الزيارة القادمة إلى المملكة العربية السعودية في منتصف الشهر القادم، ومن أجل خلق خطة حقيقية لمواجهة وردع إيران وأنشطتها وتهديدها الاستراتيجي الموجود في منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي وعلى هذا الأساس، وواحدة من الأوساط الأمريكية المعروفة هم ستيفن أيكوك وكذلك مارتن إنديك، عبر الفورين أفيرز الأمريكية وضعوا الخطوط العريضة التي يجب أن يتبعها الرئيس الأمريكي جو بايدن في هذه المواجهة وفي هذه الزيارة التي اعتبرها ويعتبرها البعض بأنها مصيرية بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن. وأكدوا له من خلال الفورين أفيرز بأن المملكة العربية السعودية لا تثق بإدارتك أيها الرئيس الأمريكي، وبالتالي عليك العمل على الكثير من الأمور. فهم يعلمون تماما بأن هذه الزيارة هي تأتي من أجل الاستفادة من النفط القادم من المملكة العربية السعودية، من الطاقة القادمة من المملكة العربية السعودية، وأنك لولا الأزمة مع روسيا وما تواجهه مع روسيا لكنت لم تزر السعودية، ولكن روسيا هي التي أجبرتك على هذه الزيارة. وهم يعلمون أيضا إذا ما اتفقوا معك وبعد ذلك انتهت مشكلة روسيا أو أوشكت على الانتهاء، فإنهم يعلمون تماما بأنك ستعود إلى مسألة حقوق الإنسان وقضية جمال خاشقجي وتحريك هذا الملف ضد المملكة العربية السعودية، وتعود إلى مفردات مواجهة المملكة العربية السعودية باعتبارها دولة منبوذة. على هذا الأساس عليك، وبحسب الفورين أفيرز طبعا، عليك يا بايدن أن تستغل مسألة ما يجري من مفاوضات نووية والقلق القادم من السعودية تجاه هذه المسألة، ومسألة وصول إيران إلى القنبلة النووية، وكذلك التهديدات القادمة من الفصائل المسلحة الموالية لإيران وأذرع إيران في المنطقة بشكل عام من الهجمات التي يقومون بها. عليك الاستفادة من هذا الأمر وتحقيق اتفاقية استراتيجية كبيرة ومهمة ستكون ليست فقط للمملكة العربية السعودية ولكن للولايات المتحدة الأمريكية أيضا، وهذا ما ذكرته الفورين أفيرز. على هذا الأساس يجب على بايدن التفكير في إعادة صياغة مفاهيم أكثر جوهرية للعلاقة الثنائية مع السعودية. ما يحتاجه كلا البلدين هو ميثاق جديد يركز على مواجهة التهديد الاستراتيجي الكبير وهو برنامج إيران النووي. وعلى هذا الأساس فهم يقولون بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن عليه تحقيق هذا الاتفاق من أجل تعزيز تعاون عسكري كبير للغاية مع المملكة العربية السعودية وإعطائها كل الإمكانيات العسكرية لإنهاء التهديدات القادمة من الأذرع الإيرانية بأي شكل من الأشكال على المملكة العربية السعودية، وكذلك بإنهاء مسألة مهمة جدا وهو ما يجري في البرنامج النووي. بمجرد وصولك إلى المملكة العربية السعودية عليك الإعلام بأن إيران حتى لو فشلت الجهود الدبلوماسية من أجل العودة إلى الاتفاقية النووية فإن إيران لن تصل إلى القنبلة النووية، وفي حالة فشل الاتفاق النووي والعودة إليه بأي شكل من الأشكال ووصلت إيران إلى القنبلة النووية، ففي ظل هذه القضية وفي ظل هذه المعادلة وفي ظل الاتفاقية الاستراتيجية أنت حققت مع السعودية سيمكنك أيضا وضع السعودية تحت المظلة النووية. والمقصد هنا بالمظلة النووية أن تكون هنالك دولة نووية تقدم الضمانات الدفاعية لدولة غير نووية على شرط أن لا تصل هذه الدولة الغير نووية إلى القنبلة النووية. وطبعا المملكة العربية السعودية كانت قد هددت إذا ما وصلت إيران إلى القنبلة النووية هي أيضا ستفعل وستصل إلى نفس الشيء من أجل تحقيق الردع المتكافئ. وبالتالي على هذا الأساس على الولايات المتحدة الأمريكية الوصول إلى هذا الاتفاق بحسب الفورين أفيرز، ولكن في نفس الوقت تحقيق تعهدات سعودية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية. واحدة منها هي استغلال الفائض من النفط السعودي من أجل تحقيق استقرار للوقود في ظل هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى ذلك إلغاء الاتفاق مع روسيا على مستوى الطاقة، وهو الذي سيجعل أيضا لا تميل الحكومة السعودية لتحقيق أي اتفاقيات إضافية مع الصين، وهذا سيعني إنهاء أيضا النفوذ الصيني الكبير الذي جاء عبر اتفاقية طبعا مع الداخل الإيراني على مستوى 25 عاما بقيمة كبيرة للغاية بالنسبة للصين وما حققته مع إيران بقيمة 400 مليار دولار، اتفاقية هائلة جدا قد جرت طبعا مع إيران ومع الخليج العربي. بالتالي النفوذ الصيني سيكون تحت المطرقة، وأيضا إذا ما المملكة العربية السعودية أيضا في ظل هذه الاتفاقيات أنهت مسألة صراعها مع جماعة الحوثي في اليمن، فهذا لن يعزز فقط العلاقة بين المملكة العربية السعودية وأي إدارة أمريكية قادمة، وإنما أيضا تقوية علاقة السعودية
مع الكونغرس الأمريكي، والتي ستعتبر صفقة مهمة جدا بالنسبة للمملكة بكل تأكيد في ظل هذه التفاصيل التي ذكرت في الفورين أفيرز، ولكنها مفيدة بشكل أكبر للرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته، لأنه سيحقق ضغطا كبيرا في ظل هذه المعادلة على روسيا، وسيحقق الكثير من النجاحات، لأن الأنباء وحول ما تقوم به روسيا في أوكرانيا هي أنباء غير سارة، ليست فقط للولايات المتحدة الأمريكية وإنما أيضا إلى أوروبا، في ظل تصريحات قادمة من هذا الرجل الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ، الذي أكد بشكل واضح بأن الحرب مع روسيا والحرب في أوكرانيا قد تطول لسنوات، وإن علينا العمل كحلف ناتو الاستمرار في ضخ الأسلحة الحديثة لحكومة الرئيس فلاديمير زيلينسكي من أجل تحقيق نجاح وتحرير دونباس التي تسيطر روسيا هي والانفصاليين الموالين لها من جمهوريتي لوغانسك ودانييتسك، هم يسيطرون على أغلب هذه المناطق، وهنالك استمرار في التقدم في إقليم دونباس. كذلك الرئيس زيلينسكي أساسا كان قبل 48 ساعة من الآن في ميكولايف وكذلك في أوديسا بهذا الاتجاه، وقال بأن هذا البحر، ويقصد شمال البحر أو البحر الأسود، أن البحر سيبقى أوكرانيا، هذا في ظل تحشيدات كبيرة تأتي في قاعدة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، وبأن الروس الآن بدأوا يحشدون من أجل مهاجمة أوديسا مع اقتراب الروس من تحقيق الكثير من النجاحات في إقليم دونباس، وبالتالي سيكون بحر آزوف وشمال البحر الأسود هي ملك إلى روسيا، وبالتالي أوروبا تريد القضاء على هذه المسألة، خاصة وأن الناتو أيضا أمام صفقة كبيرة جدا لتوسيع الحلف من فنلندا والسويد، على وشك أن تنضم، لولا الاعتراضات التركية لكنا قد وجدنا فنلندا والسويد الآن تحت مظلة حلف الناتو، وحتى أوكرانيا ومولدوفا الآن هنالك أنباء كبيرة جدا من انضمام هاتين الدولتين إلى الاتحاد الأوروبي، كل شيء يبدو ضاغطا على روسيا، وهنا تكمن أهمية المملكة العربية السعودية على مستوى الطاقة وإمكانيات الطاقة وما ممكن أن تغير من معادلات إذا ما تدفق النفط السعودي والوقود السعودي إلى أوروبا وهذا الفائض المهم. ولكن حتى هذه اللحظة ونحن نتحدث فإن روسيا تمتلك القوة الأكبر، هي لديها عاملين مهمين تجري بالنسبة إليها، عامل بالنسبة للطاقة وعامل آخر هو ما يأتي من تقدم إلى إقليم دونباس، ففي إقليم دونباس في 48 ساعة الماضية بالنسبة إلى روسيا هي حققت تقدما آخرا وجديدا، هما هنا كما تلاحظون هذه هي الحدود الإدارية لإقليم دونباس التي اعتدنا عليها بكل تأكيد، هذه الحدود الفاصلة بين لوغانسك وبين دانييتسك، وما يجري هو تجاه منطقة سيفيرودونيتسك، المعارك محتدمة هناك، ولكن القوات الروسية قد حققت تقدما في مدينة يطلق عليها مدينة زولوت، بدأت تقترب منها شيئا فشيئا بالاقتراب من هذه المنطقة تحديدا في القمر الصناعي، فقط لنفهم ما الذي يجري بالنسبة للقوات الروسية التي هي تتقدم بشكل بطيء، ولكن عندما تسيطر على المنطقة فهي تحقق الكثير والكثير وتبقى في هذه المنطقة ولا تتراجع عنها. بالتوجه إلى الشمال قليلا من هذه المنطقة لنأخذ صورة أوضح لما يجري، فهذه المناطق التي ترونها هذه هي طبعا هذه بهذا الاتجاه تأتي مدينة يطلق عليها بريستوف بهذا الاتجاه، وكذلك هذه هي مدينة زولوت التي نتحدث عنها، هذه هي لتشانسك، وبهذا الاتجاه بقيت سيطرة بسيطة بالنسبة للقوات الأوكرانية في هذه المنطقة وهي سيفيرودونيتسك، وهذه هي كما تحدثنا الحدود الفاصلة بهذا الاتجاه الذي تلاحظونه هي الحدود الفاصلة بين لوغانسك وبين دانييتسك. بالنسبة للقوات الروسية هي تسيطر على بوبسانا، على هذه المنطقة، كذلك هذه المناطق كلها تحت سيطرتها بهذا الاتجاه، كذلك هناك منطقة يطلق عليها أوريخوفا بهذا الاتجاه الذي تلاحظونه، وعلى هذا الأساس فإن القوات الروسية تمتلك طوقا كاملا على زولوت كما تلاحظون بهذا الاتجاه، حتى هذه المنطقة يمتلكون سيطرة عليها، وبالتالي وعلى هذا الأساس اتخذت القوات الروسية قرارا خلال 48 ساعة الماضية بحسب تصريحات رسمية قادمة من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، بدأوا بالهجوم على مدينة زولوت من ثلاثة اتجاهات بهذا الاتجاه، والقوات الأوكرانية بحسب التصريحات الرسمية الأوكرانية تمكنت فعلا
من التصدي إلى هذا الهجوم، ولكن القوات الروسية أصبحت قريبة للغاية من مدينة زولوت. والهدف الأساسي هنا مع هذا التقدم الذي حققته القوات الروسية هي تريد السيطرة على هذه المنطقة، إغلاق هذه المنطقة تماما وأن تكون لديها سيطرة كبيرة، وستفتح الباب أن تكون على مسافة 22 كيلو مترا فقط من مدينة لتشانسك التي تأتي بهذا الاتجاه الذي تلاحظونه، وهي أصلا وأساسا لتشانسك تتعرض إلى عمليات قصف خطيرة من القوات الروسية، القصف عنيف للغاية بحسب الأنباء التي جاءت صباح هذا اليوم، هي طبعا وما تبقى من المناطق التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية في سيفيرودونيتسك وتحديدا في مصنع أزوت الكيماوي، يتعرض إلى قصف عنيف للغاية، وبالتالي القوات الروسية تهيئ لعملية الانطلاق إلى لتشانسك والبدء بمحاصرتها. وليس هذا فحسب، بل إنها تفتح بابا للقوات الروسية للتقدم إلى مدينة بريستوف التي تحدثنا عنها، وبالتالي يتم قطع الطريق وطريق الإمداد الذي يأتي إلى القوات الأوكرانية ومحاصرة تامة، وبالتالي نجاح كبير على مستوى لوغانسك. ولن يتبقى إلا دانييتسك التي يتقدمون بها بعدد من الاتجاهات من الشمال ومن الجنوب في عدد من التحركات. بالتالي القوات الروسية هي ليست سهلة أبدا في هذه المسألة، بل إن الأنباء على مستوى الطاقة بالنسبة للقوات الروسية بالنسبة لروسيا هي تحقق نتائجا عالية للغاية. كانت هنالك مفاجأة من تقرير قادم من وكالة رويترز، تحدثت إن الآن روسيا هي أصبحت أعلى مصدر للنفط إلى الصين الآن، متعدية المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية كانت هي أعلى دولة تصدر النفط إلى الصين، الآن الأمر انقلب وتغيرت الأمور، والآن بحسب وكالة رويترز فإن الروس الآن يصدرون 1.98 مليون برميل للنفط يوميا إلى الصين، تقريبا 2 مليون برميل للنفط إلى الصين، وهذا ارتفاع بنسبة 25% مقارنة بما كانت تصدره روسيا إلى الصين منذ أبريل الماضي. وبالتالي هذا ارتفاع كبير جدا، وهذا يعني أن 55% من النفط الذي تستورده الصين هو قادم الآن من روسيا وليس من دولة أخرى، وهذا قد يفتح الباب ويشجع إيران بأن تكون هي الأخطر بكل تأكيد، مع العقوبات، مع إمكانية فشل المفاوضات النووية وفرض عقوبات عليها، حيث أن الصين هي أكبر مشتري للنفط الإيراني على الإطلاق في ظل العقوبات الأمريكية، وهذا قد يشجعها طبعا لتحقيق تصدير وصادرات أكثر إذا ما فشلت المفاوضات النووية إلى الصين. وبالتالي نلاحظ هذا المحور بدأ يصبح قويا على الولايات المتحدة الأمريكية بكل تأكيد. وعلى هذا الأساس رويترز ذكرت بأن روسيا ليست معتمدة فقط على الصين، بل أنها ممكن أن تجد مخارجا أخرى ومشترين أكثر للطاقة الروسية، وقالت موسكو قادرة على إيجاد مشترين لنفطها على الرغم من العقوبات الغربية التي دفعتها إلى خفض الأسعار. هذا الأمر والتطورات ورحلة السعودية بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن هي أيضا مهمة له بنسبة عالية للغاية، فعملية عدم المصادقة وعدم الرضا طبعا من المملكة أو من الشعب الأمريكي للرئيس الأمريكي جو بايدن هي تتطلب أن يكون هنالك اتفاق مع السعودية لموازنة الأسعار التي هي طبعا يعاني وتعاني منها الولايات المتحدة الأمريكية كثيرا. دفعت هذه الأسعار وارتفاع الأسعار الخطير إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كما تلاحظون عدم المصادقة وصلت إلى 54.2%، أي أن الشعب الأمريكي غير راضي بهذه النسبة، ومن هم راضين هم طبعا 39.8% بحسب 538. الأمر لا يؤثر فقط على الرئيس الأمريكي جو بايدن، بل إن الأمر بدأ يؤثر على الحزب الديمقراطي. إذا ما تتوجه هنا بسؤال وجه من الـ 538 إلى من تريد في الكونغرس الأمريكي بالنسبة للمواطن الأمريكي ولمن ستصوت، هل تريد الحزب الجمهوري أم الحزب الديمقراطي في الفترة القادمة؟ وسنلاحظ بأنه منذ نوفمبر الماضي من العام الماضي بدأت تنخفض حظوظ الديمقراطيين وانخفضت الرغبة بالنسبة للمصوتين الأمريكيين للحزب الديمقراطي في السيطرة على الكونغرس الأمريكي، وصلت إلى نسبة 42.4%، وأصبح المصوت الأمريكي راغبا بالحزب الجمهوري أن يسيطر هو على الكونغرس الأمريكي. وعلى هذا الأساس هنالك فرق 2.3% من التقدم للجمهوريين على الأقل حتى هذه اللحظة، النسبة بسيطة للغاية وممكن أن تعالج بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية لوضع اتزان للكارثة الحاضرة للولايات المتحدة الأمريكية، وهي تضخم الأسعار بنسبة 8.6%. كما نلاحظ التضخم عالي جدا، كل شيء أصبح غالٍ
في الولايات المتحدة الأمريكية وأن عليها إيجاد طريق لهذا الموضوع، بل إن الأمر أيضا يؤثر على المستوى الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة الصين. هنا بمقارنة الصين مع الولايات المتحدة، التضخم بالنسبة للولايات المتحدة 8.6%، ولكن التضخم بالنسبة للصين 2.1 فقط. حتى الجوفرمنت بادجت، ميزانية الحكومة الأمريكية، هي 16.7%، وهذا يعني أن الحكومة تنفق أكثر مما تتحصل على الأموال مقارنة بالصين 3.7%. تعتبر لا شيء مع الأخذ بالpopulation والتعداد السكاني بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، والنظر أيضا إلى GDP الناتج المحلي طبعا ومعدل الناتج المحلي، ستلاحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تدخل في السالب وبدأت الصين تتفوق شيئا فشيئا طبعا على مستوى GDP، وبالتالي هي معركة أيضا ومشكلة مع الصين إذا ما حلت أزمة الطاقة. فالصين لا زالت تمتلك الكثير والكثير لتقديمه في هذه القضية، وخاصة أن الأمر الخطر والأخطر على الرئيس الأمريكي جو بايدن هو أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يطارده في السراء وفي الضراء، ويريد الفوز في الانتخابات القادمة في مجلس النواب الأمريكي. هو يدعم عددا طبعا من المرشحين للحزب الجمهوري من أجل الفوز في هذه الانتخابات، من أجل فتح باب لترشحه لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2024. أكسيوس الأمريكية نشرت تفاصيلا لمن يدعمهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل الفوز في مجلس الشيوخ الأمريكي وكذلك في مجلس النواب الأمريكي. والإحصائيات بالنسبة لأكسيوس التي نشرت طبعا في 15 يونيو بهذا الشكل، وضحت بأن الرئيس الأمريكي ممن دعمهم للفوز في مجلس الشيوخ الأمريكي في الانتخابات التمهيدية تحديدا، هذه ليست الانتخابات العامة، توضح من 8 في مجلس الشيوخ فازوا 6 ولا زال هنالك 2 لم طبعا يخسر حتى هذه اللحظة بكل تأكيد. وكذلك على مستوى اليو اس هاوس أو مجلس النواب الأمريكي، فممن دعمهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للفوز في مقاعد في مجلس النواب الأمريكي من 26 فاز 12 طبعا من الجمهورين في هذه الانتخابات التمهيدية التي نتحدث عنها، وخسر 3. وعلى هذا الأساس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدو مسيطرا على الحزب الجمهوري، ويبدو يمتلك الكثير لكي يحققه في الانتخابات النصفية القادمة في مجلس النواب الأمريكي، وهي ستكون في نوفمبر نهاية هذا العام، لكي نسمع بعد ذلك ترشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2024. وعلى هذا الأساس المواجهة خطيرة بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن، وقد يعني الكثير بالنسبة له إذا ما حقق اتفاقية استراتيجية حقيقية مع السعودية للخلاص من كل هذا الضغط الذي تحدثنا عنه.